احتمال هذه المباراة. أنت آخر من واجه اتحاد العاصمة أمس، لما تكلمنا هاتفيا أمس الأخضر قلت لي أنه اتحاد العاصمة في أوج إمكانياته. نعم والله، يعني كنت معجب بزاف بهذا الفريق هذايا، خاصة المرحلة الأولى وين شفنا فريقين، فريق لعب كرة قدم وفريق يعني اللي ما قدرش يقاوم، وهذا نظرا لي وهذا نظرا للإمكانيات اللي عندها، فرديات اللي عندهم فريق اتحاد العاصمة. ولكن حذاري نظن باللي فريق اتحاد العاصمة ما لازمش يغامر بالطريقة اللي غامر بها في ضد عين مليلة، لأن في المقابلة هذه ضد الفريق المصري لو راح يغامر بهذه الطريقة راح يفانكيسي دي بيوت. دونك لازم يكون حذر شوية في باسكو البارح كانوا أوفوريك، سيتادير كانوا يهاجموا بسبعة، قالوا لي شوط أول ممتع للاتحاد العاصمة ممتاز، بسبعة إلى ثمان لاعبين كانوا يهاجموا ما يتشابهوش اللقاء. نعم دونك حتى الخصوم ما يتشابهوش. نو باسكو مع النادي المصري خاسر 1-0 يحب يرجع له سكور، ومعكم انتم معكم 0-0 صافي ديال وقت ما كلبيت. نعم ولكن حذر يقدر يهاجم، ولكن لازم يلقاغد ليكيليب التوازن، لأن لو ما يشدش التوازن نظن باللي راح يقدر يسجل عليه الفريق المصري. لهذا نظن باللي لو يبدا المقابلة بيهاجم بأربعة نقولوا الى خمس لاعبين ويخلي خمسه يعني في ليكيليبر، نظن باللي راح